مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضة اليوم. حقق الأصيش انتصارا ثمينا على السريكانية بهدف دون رد لحساب الجولة الثامنة أيابا من دوري إقليم الجزيرة بكرة القدم. ففي اللقاء الذي يقيم على أرضية ملعب الشهيد ثمكتشو في مدينة قامشلي، وبعد شوط أول سلبي نتيجة، نجح الأصيش بإحراز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 75 من زمن الشوط الثاني بواسطة لاعبه كاميران تمو، لتبقى النتيجة على حالها حتى النهاية، ليرفع الأصيش رصيده ل 48 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن سردم المتصدر الذي يملك مباراتين مؤجلتين في جعبته، بينما تجمد رصيد سريكانية عند 26 نقطة في المركز السادس. هذا وتختتم الجولة الثامنة إيابا غدا بإقامة لقاء يجمع بين سردم وضيفي الصناديد على ملعب شهداء 12 من آذار في مدينة قامشلي. نعم مشاهدين، الحديث أكثر عن الجولة الثامنة إيابا من دوري إقليم الجزيرة ينضم إلي من قامشلي الكابتن نضال حميد رئيس مكتب كرة القدم بالاتحاد الرياضي في إقليم الجزيرة، وسينضم إلي أيضا لاحقا الكابتن أحمد مراد الصحفي الرياضي أيضا من مدينة قامشلي. لو بلش من عندك كابتن نضال حميد، مساء الخير. انتصار ثمين للأصايش اليوم على سريكانية، شارك من خلاله صدارة الدوري عفوا مع سردم ب 48 نقطة لكل منهم. اهلا وسهلا، مساء النور، تحياتك سامر. طبعا فوز الأصايش اليوم كان فوز معنا. تفضل كابتن نضال، سامعك. فوز الأصايش اليوم كان فوز يعني جدد انعش امال الأصايش بالمنافسة على الصدارة. طبعا هناك في مبارتين مؤجلات لنادي سردم، يعني الأصايش عم ينتظر المباراتين كمان تكون إذا تكون في نتائج إيجابية أو سلبية تكون لسردم، راح تكون لصالح نادي الأصايش. نعم، طيب كابتن، اليوم الأصايش طبعا مثل ما قلنا قبل شوي شارك الصدارة مع نادي سردم ب 48 نقطة لكل منهم، يعني برأيك كابتن نادي الأصايش بمرور أو بتقدم المراحل هل سيكون قادر على منافسة سردم هذا الموسم؟ طبعا كابتن سامر، يعني هو في فارق بالمباريات بينهم، يعني في فارق تقريبا بالنقاط، يعني عندك مباراتين مؤجلات تعتبر يعني شيء 6 نقاط، بس مستوى نادي الأصايش تطور بالمرحلة الإياب أكثر من مرحلة الذهاب. يعني لو كان المستوى الفني مرحلة الإياب مثل ما كان مرحلة الذهاب كانت المنافسة راح تكون أقوى، احتمال كان إنه يعني ينتزع الصدارة من نادي سردم. طيب الآن بات معنا جاهزا الكابتن أحمد مراد الإعلامي الرياضي أيضا من مدينة قامشلي. مساء الخير أحمد. أحمد، سألت الكابتن نضال حميد عن موضوع مباراة الأصايش وسريكانية اللي أقيمت اليوم بالجولة الثامنة إيابا من دوري إقليم الجزيرة، واللي نجح من خلال الأصايش بتحقيق انتصار مهم على سريكانية بهدف دون رد. أيضا بدي قراءتك للقاء كابتن، ولا حظوظ الأصايش بعد هذا الانتصار، خاصة أنه تساوى مع سردم برصيد النقاط ولو مؤقتا باعتبار يوم الغد سيلتقي نادي سردم مع نادي الصناديد في ختام مباريات المرحلة. سعد مساك أستاذ سومر، مساك كل مين عم يسمعنا وعم يشاهدنا، وتحياتنا للكابتن نضال حميد. طبعا طبعا مباراة الأصايش كانت شلون بدي اقول لك اياها، مباراة تعويض، لانه بالجولة السابعة تعادل نادي الأصايش مع الصناديد بهدف لهدف، فلا بد من التعويض بمباراة الجولة الثامنة عفوا مع سريكانية. الأصايش ورغم الغيابات بعد العقوبة اللي تعرض لها استاذ سومر، قدر انه يفوز بهالمباراة، والنقاط الثلاثة اهم من الاداء بهيك مباريات. فريق سريكانية طبعا فريق قوي ويحترم، ممكن الجانب المادي بموضوع سريكانية باعتبارهم الجميع
خارج أراضيهم. شوي الأمور المادية ما عم تساعدهم ليكونوا لهم كلمة بالدوري، ولكن فريق عم يقدم كرة قدم جميلة جدا، فريق عم يحاول يكون له اسم بين الكبار. نادي الأسايش هلأ صار برصيده 48 نقطة، وهو نفس رصيد سردم مثل ما تفضلت استاذ سومر، مع فارق مباراة مؤجلة لسردم بكرة راح يلعبها مباراتين. هلأ بانتظار هدية بس للتوضيح كابتن أحمد، فارق مباراتين. ايه تفضل. عفوا هلا راح يستنى، هلا حاليا بالوقت الحالي راح يستنى اي هفوه او زله لنادي السردم لحتى يكون له امل بالمنافسه بالجولات المقبله. نادي الاسايش طبعا من الانديه الكبيره واللي لها باع بدوري اقليم الجزيره، فريق محترم ويملك نخمه من اللاعبين المميزين. فوز منطقي نظرا للفوارق بين الفريقين ان كان تكتيكيا او فنيا او حتى ماديا استاذ سومر. نعم، لكن أحمد يعني الكل توقع أنه الأسايش ممكن يعني يحقق نتيجة أكبر من نتيجة 1-0، طبعا مع احترامنا الكبير لنادي سريكانية، لكن نتيجة الظروف اللي مر فيها نادي سريكانية ويلعب بعيدا عن أرضه، إلا أنه نادي فعلا مجتهد ويستحق رفع القبعة رغم الظروف اللي مر فيها. يعني استاذ سومر هلا حكيت لك، هو النقاط الثلاثه بهيك لقاءات بمباراه انت بحاجه للنقاط، ممكن الاداء ما ياثر كثير. الفوارق بين الفريقين خلى الجمهور او اي متابع لكره القدم في اقليم الجزيره يتوقع فوز الاسايش بنتيجه كبيره. انا هلا من شوي حكيت لك اياها، انا حضرت كذا مباراه لنادي سريكانية. سريكانية عم يقدم نفسه كفريق جيد فوق الوسط، يمكن مركزه بالمركز السادس. أنا برجع بكرر كلمة الظروف اللي عم يمر فيها بعد الاتفاقية مع نادي سردم، أمور سريكانية نتمنى ذلك طبعا نحو الأفضل إن شاء الله. اليوم رافعين حتى أنه في لافتة هي يمكن نداء دعم النادي ماديا. أنا حكيت لك أنه شوي الظروف المادية بحيث لعيبته موزعة بين عدة محافظات أو عدة مدن من مدن الإقليم، لهيك بينما الكل يجتمع والكل يرجع يلعب مباراة هون بالقامشلي طريق سفر روحة جاية مع طعام بالطريق، يعني هالأمور المادية عم تكلف النادي، لهيك مرات حس لعيبته في نقص باللعيبة، الكل مو كامل، العدد مو كامل، هالظروف هاي عم تلعب دور. سريكانية فريق يحترم، ولكن الأسايش همه المباراة كانت النقاط الثلاثة. طيب كابتن نضال تأخرنا عليك، أيضا خلينا نتحدث باعتبار عم نتحدث عن فرق الصدارة، طبعا قبل ما نتحدث عن بقية مباريات الجولة كابتن نضال، خلينا نسلط الضوء على نادي سردم اللي راح يلاقي يوم غد النادي الصناديد في ختام الجولة الثامنة إيابا. طبعا مبارك لنادي سردم بلوغه المباراة النهائية من بطولة شمال شرق سوريا على حساب نادي ذيبان من دير الزور. كابتن نضال يعني سردم يعني مبدع ليس فقط على مستوى دوري إقليم الجزيرة، حتى على مستوى بطولة شمال شرق سوريا. طبعا كابتن سومر النادي الوحيد اللي عنده الاستقرار الفني والإداري والمالي اللي المتواجد عندنا بالإقليم هو نادي سردم، متواجد فيه كادر فني موجود جيد يضم مجموعة من نجوم المنطقة كإقليم الجزيرة من لاعبين مميزين بالدوري السوري، لاعبين مع المنتخب، لاعبين مع الأندية المقدمة بالدوري السوري، يعني النادي جاهز من كل النواحي، يعني عم يطبق تقريبا يعني نادي محترف عندنا نادي سردم بالوضع الحالي. طيب توقعاتك للقاء سردم يوم الغد امام نادي الصناديد؟ طبعا سردم مثل ما تحدثنا قبل شوي كابتن نضال يعني خاض مبارتين اقل من الاسايش، وبامكانه يعني انفراد بالصداره مره اخرى في حال فوزه على الصناديد. توقعاتك للقاء ولنتيجه اللقاء يوم الغد؟ الصناديد ليس من الفرق السهله، بيحتل المركز الخامس بدوري اقليم الجزيره كابتن نضال 33 نقطه، سردم متصدر 48 نقطه. طبعا كابتن سومر الصناديد من الانديه تبعنا بالمرحله الاياب، انا احكي لك عن مرحله الاياب مستوى يعني كان متطور كثير مستوى نادي الاسايش، ما خسر ولا لعبه عدد المباراه واحده، كل مباريات وفوز. النادي كمان جاي يطمح انه يفوز مشان يكون بالمقدمه، لانه هلا في عندنا صارت منافسه على المراكز الاولى ومنافسه كمان على الهبوط بين الانديه المهدده بالهبوط والانديه المنافسه على المراكز الاولى، واحد على الاول ثاني ثالث رابع، كمان في منافسه، يعني الصناديد
الخصم ما يستهان فيه، ولذلك كمان يسردم يعني يحاول انه ياخذ المباراه، انه ما يحاول ما يخسر اي نقطه نتيجه اقتراب نادي الاسايش له ومنافسه على المركز الاول بينه وبين نادي الاسايش. يعني على ارض الواقع يعني سردم فنيا بالوضع الحالي اللي هو موجود فيه والاستقرار موجود فيه افضل من نادي حسب الامكانيات افضل من نادي الصناديق. اتوقع يعني طيب. النتيجه راح تكون يا 2-1 1-0 لصالح سردم. طيب سؤال اخير تاخرنا على كابتن احمد، بس سؤال يعني الجمهور بالشارع يسالني هالسؤال، يعني سالوني اياه باكثر من مره. مثل ما بنعرف كابتن نضال ببطوله شمال شرق سوريا تم مشاركه نادي سردم وبعتقد نادي سريكانيه، على اي اساس يتم اختيار فرق اقليم الجزيره للمشاركه؟ لماذا مثلا لم يتم اشراك نادي الاصايش، ونادي الاصايش من الانديه القويه في اقليم الجزيره؟ كابتن نضال. كابتن سومر، بالنسبه للمشاركه بطوله شمال شرق سوريا احنا تواصلنا مع الأندية تبعنا كلياتهم، يعني كان مسموح لنا نشارك بأربع أندية، والنتيجة أنه المصاريف على الأندية في تكلفة مادية على الأندية كل الأندية رفضت المشاركة. آخر شيء شارك نادي شبيبة الحسا كمو سريك يعني، والأسايش القيادة ما أجت موافقة من القيادة تبعهم، لأنه في ثلاث أندية الأمن الداخلي ما وافقوا غير على الأمن الداخلي تبع الرقة هو الشارك بالبطولة شمال شرق سوريا. تمام، مضحك الفكره كابتن نضال، العفو انا اعطيت معلومه غلط، نادي شبيبه الحسكه شارك ليس نادي سريكانيه، الموسم الفائت شارك نادي سريكانيه. طيب كابتن احمد مراد تاخرنا عليك، كابتن احمد ايضا بدي قراءتك لمباراه سردم والصناديد. استاذ عمر، مع كامل الاحترام طبعا لنادي الصناديد، انا سبق وحكيت نادي الصناديد يرفع له القبعه عن جد، يعني فريق من ابناء المنطقه، فريق دائره مصغره خلينا نقول، رغم ذلك عم يقدم نفسه، ولكن شتان ما بين الثرى والثريا. نادي سردم عم يمتلك ثلاث تشكيلات بدل تشكيلتين، عم يلعب مع ببطوله شمال وشرق سوريا بتشكيله، عم يلعب بدوري الاقليم بتشكيله، عم يلعب مباريات سهله، عم يريح لعيبه مثل ما تفضل كابتن نضال، مستقر فنيا، مستقر ماديا، مستقر على كافه الجوانب. انا بتوقع النتيجه راح تكون يعني بفارق 3 أهداف لسردم. برجع بكرر، انا بحترم كثير نادي الصناديد، ولكن من الناحيه البدنيه السردم فريق أجهز من نادي الصناديد، كون الصناديد بحسب ممكن معلوماتي المتواضعة كتمارين أو كتدريبات قل ما يتدرب، ليس على استمرارية في التمرينات والمواظبة على التمرينات عكس نادي سردم اللي دائم بأهبة الاستعداد لأي بطولة تقام. طيب كابتن نضال، أيضا بنفس الجولة ديريك تغلب على الأخوة والسلام بنتيجة كاسحة 6 أهداف لهدف، نادي ديريك بقيادة المدرب المخضرم الخبير، نوجه له التحية الكابتن بير سيركسيان، يقدم أيضا مستويات مميزة وبيحتل المركز الثالث 46 نقطة، ويعني إلى هذه اللحظة هو منافس لكل من سردم والأصايش على لقب الدوري. كيف شفت أداء نادي ديريك كابتن وانتصاره الكاسح على الأخوة والسلام ب6 أهداف لهدف؟ كابتن سمر، يعني نادي ديريك من الأندية عليه الاحترام ولها مستواه الفني يعني مستوى ثابت، مثل ما حكى كابتن احمد مستمرين بالتمارين، عليهم الكابتن بيرج، يعني كابتن بيرج من الخبرات الموجوده عندنا بالاقليم، المدربين المميزين عندنا بالاقليم، يعني اعطاهم كل الامكانيات وكل المؤهلات الموجوده عنده، ما قصر مع كابتن بيرج، فريق له احترام وتقدير، واتوقع راح تكون مباراته مع نادي الاسايش الاسبوع الجاي، هي راح يلعبون هو الاسايش، راح تكون مباراه قويه ولها يعني لها مثل ما تقول حساب كثير بالنسبه للناديين، راح يكون حساب عليها، لانه اذا ديريك فاز على الاسايش راح يكون حصل على المركز الثاني، قدم صار قدام الاسايش، واذا الاسايش فاز عليه كمان راح كمان يحافظ على وصيف البطل. يعني مباراه فينا نسميها نعطيها عنوان كابتن نضال، مباراه الاستمرار بمطارده سردم على اللقب. نعم. طيب كابتن احمد ايضا بسالك ايضا عن نادي ديريك، طبعا كنا قد تحدثنا بحلقات ماضيه عن نادي ديريك ومستواه المميز، قراءتك للانتصار الكاسح لديريك على الاخوه والسلام.
استاذ سومر، مع كامل الاحترام كمان لنادي الاخوه والسلام، مقارنه بنادي ديريك الفوارق شاسعه جدا. نادي ديريك مؤهل للمنافسه حتى على لقب، عنده 46 نقطه بفارق نقطتين عن الاسايش، ومثل ما تفضل الكابتن نضال الاسبوع المقبل راح يلتقوا، اذا فاز احتل المركز الثاني ودخل المنافسه مع نادي سردم. الفوارق كبيره بين نادي الاخوه وبين نادي ديريك، مع كامل الاحترام لنادي الاخوه. نادي ديريك بيمتلك نخبه ومجموعه جيده جدا من اللاعبين بحضور الكابتن باهوز القناص. خليني اقول لك يا انفتحت شريحه الفريق او قريحه الفريق للتسجيل. كان عم يفوز بصعوبه بهدف، بفارق هدف ب2-1. هلا بعوده باهوز بوجوده بخط الهجوم مع شقيقه ممو بخط الوسط صارت القوه مضاعفه. فريق الأخوة ما مو قدران يواجه فريق ديريك، وخاصة أن المباراة كانت بملعب الجزيرة بمدينة ديريك، يعني ديريك عم يلعب على أرضه. برجع بكرر لك إياها، الفوارق واسعة جدا وشاسعة بين ديريك وبين الأخوة. طيب كابتن نضال، أيضا شبيبة الحسكة بعد يعني سلسلة من النتائج الإيجابية، تعثر بالجولة الثامنة إيابا وخسر أمام خبات بهدفين لهدف. طبعا كابتن سمر، بالنسبه لشبيبة الحسكة يعني نادي مجتهد عم يحاول الهروب من شبح الهبوط الى مصاف انديه الدرجه الثانيه. يعني نادي بعد ما صار التوأم ما بينه وبين نادي سردم مستوى النادي تحسن، بس الامور الماليه هي اللي عم تاثر شوي على نادي شبيبة الحسكة. صار في مستحقات وفي امور ماليه متطلبات للعيبه يعني ما عم تندفع، هذا شوي عم ياثر سلبا عليهم على مستوى فني. يعني فريق مستوى الفني كان جيد يعني وكان أميز، حتى مباراة مع خبات كانت الأفضلية له، بس ما كان في عنده توفق بتسجيل الأهداف مرمى الخصم. نعم طبعا نادي شبيبة الحسكة كابتن نضال بيحتل المركز العاشر 13 نقطة، وخبات المركز السابع 21 نقطة. طبعا شبيبة الحسكة بحاجة للانتصار بالانتصارات في الجولات المقبلة لتفادي الهبوط. بعتقد كم نادي بيهبط للدرجة الأدنى كابتن نضال باعتبار أنت رئيس مكتب كرة القدم؟ هبوط عندنا هبوط 4 وصعود ناديين من الدرجة الثانية، يعني الموسم القادم راح يكون عندنا 10 أندية بالدرجة الأولى. تمام، يعني راح يهبط 4 ويصعد 2 بصف العدد 10. إيه. طيب كابتن أحمد، كابتن أحمد مراد، أيضا بدي أسألك عن قراءتك لمباراة شبيبة الحسكة وخبات اللي انتهت بانتصار خبات بهدفين لهدف. استاذ سومر، فريق خبات فريق قوي جدا على ارضه، يعني بملعبه فريق من الصعب جدا انه تفوز عليه، قوته بارضه عم يقدم كمان مستويات. خبات طبعا بيفوزوا على شبيبة الحسكة، ضمن وجوده بين أندية الدرجة الأولى بشكل رسمي. شبيبة الحسكة مثل ما تفضل الكابتن نضال عم يقدم نفسه، ولكن بمستويات متذبذبة، يعني بتلاقي مرة فوق ومرة تحت، حل وسط أو مستوى وسط ما عم نلاقي عنده، يا أما خسارة أو فوز عم يقدم نفسه. ممكن الظروف المادية كمان عم تلعب دور بشبيبة الحسكة، ولكن فنيا كمستوى هو خليني أقول لك جيد نوعا ما، يعني بحاجة إلى عمل في الموسم المقبل إذا تم بين أندية الدرجة الأولى، حتى لو هبط للدرجة الثانية بحاجة إلى نوع من العمل الجدي، الوقوف على الفريق أكثر وأكثر، إن كان فنيا ولا إن كان ماديا أو حتى بأمور الإدارة. أنا ما بعرف شو في عندهم. فريق خبات فريق جيد، ولكن برات الأرض خارج أرضه ما عم يقدم القوة اللي عم يقدمها على أرضه، لهيك قوته بأرضه النتيجة أنا ماني متفاجئ فيها، يعني توقعت خبات لأنه المباراة بأرضه. شبيبة الحسكة هلأ بوضع صعب، مثل ما تفضلت بالمركز العاشر ب13 نقطة، باعتبار 4 فرق راح تهبط للدرجة الثانية، فوضعه صعب. إذا ظل بهالمستوى السقفية اللي عم يمشي عليها لحد الآن، أنا بتوقع هبوطه، وإلا لازم بالمباريات المقبلة يشتغل على حاله أكثر، كان فنيا ولا حتى ماديا. نعم، هو بالنظر لجدول الترتيب يعني كابتن أحمد، الأخوة السلام 14 نقطة، شبيبة الحسكة 13 نقطة، الاتحاد 11 نقطة، برخدان الثامن 18 نقطة، يعني الأقرب تقريبا للهبوط هي أندية الأخوة السلام وشبيبة الحسكة والاتحاد، بعتقد لمرافقة قنديل طبعا.
طبعا قنديل هلا هبط رسميا راح استاذ حتى لو الفارق بين الاخوه وبرقدان 18 نقطه ما بدي استبق الامور. انا فريق الاخوه هلا مشوي حكينا صح عم بيقدم مستوى دون الوسط نوعا ما بوجود يوسف الطويل تفوق الفريق فنيا بنسبه معقوله، ولكن الفريق ينقص الكثير تكتيكيا وفنيا حتى بدنيا ما عم يقدر ينافس الفرق الثانيه. انا بتوقع مجرد توقع الاخوه شبيبه الحسكه الاتحاد بدرجه بنسبه كبيره جدا الاتحاد راح يرافق قنديل رسميا 11 نقطة ومستوى الاتحاد أو ما رح أقول المستوى، ولكن ظروف فريق الاتحاد مقارنة بأندية الدرجة الأولى ظروف صعبة جدا. الأربعة اللي أنت ذكرتهم الأخوة شبيبة الحسكة الاتحاد رح يرافقوا قنديل. طبعا رسميا لم تهبط هذه الأندية، لكن من حيث المنطق بالنظر لجدول الترتيب هي الأقرب. نتمنى التوفيق لكل الأنديتنا بإقليم الجزيرة. طيب كابتن نضال، بدي أسألك، خلينا شوي نسلط الضوء على نادي دجلة. نادي دجلة كانت تتأمل جماهير هذا النادي أن ينافس على لقب الدوري، لأن الفريق يحتل عفوا حاليا المركز الرابع ب 39 نقطة. بالجولة الثامنة إيابا استعاد نغمة الانتصارات بتغلبه على برخدان بهدفين لهدف. طبعا نادي دجلة بالنسبة نادي دجلة من الأندية المميزة عندنا بالإقليم. نعم. كمستوى فني يعني استقرار هالوضع، استقرار الإداري كويس، بس شوية التخبطات الأخيرة صارت عنده، هالخسارتين ثلاثة بمرحلة الإياب شوية أثرت سلبا على الفريق. طبعا الفوز هذا البارح على برخدان كان رد الحالة المعنوية، كانت حالة معنوية للفريق ورجعوا على المسار الصحيح. أتوقع راح يكون يعني بالمراحل المتبقية أتوقع راح يكون مستوى أفضل المراحل المتبقية. طبعا نادي دجلة له احترامه، موجود في خبرة من اللعيبة الموجودين عندنا، رقم يعني شوية كبار بالعمر اللعيبة، بس كخبرات ولعيبة مثل كابتن ناطق حجي، أكثر من لاعب موجودين مع نادي دجلة. نادي مميز من الأندية المميزة عندنا ومن الالتزام بكل النواحي. نعم. طيب كابتن أحمد، أيضا بدي قراءتك ل انتصار دجلة على برخدان بهدفين لهدف، وبرأيك كابتن أحمد ما الذي كان ينقص نادي دجلة ليستطيع المنافسة على لقب هذا الموسم برأيك؟ أستاذ سومر هلا خليني أنا أجاوب على السؤال. الشق الثاني من السؤال، أولا بالحلقات الماضية حكينا في أمور عن نادي دجلة، ممكن إداريا ممكن فنيا أنا ما بعرف. نادي دجلة من الأندية المقتدرة ماديا وعم تدفع أو عم تعاقدات على مستوى مادي جيد جدا نوعا ما. طبعا الحكي مو من الموسم الحالي، لا، دجلة من ثلاث مواسم أو أربع مواسم ممكن كمان عم تحاول تكون بين فرق المقدمة. مع الأسف أنا في مشكلة داخل نادي دجلة، أنا عم كرر هالجملة لأنه نادي دجلة دائما على مستوى اللعيبة عم يجلب لعيبة، على مستوى الإداريين، على مستوى المدربين، على مستوى الأسماء الموجودة داخل الملعب، ولكن دائما المراكز الثلاثة أو الأربعة نادي دجلة ما عم يتجاوز سقف المركزين الثالث أو الرابع. هناك مشكلة فنية أو إدارية أو العلم عند الله أنا ما بعرف. هاي المشاكل الداخلية عم تأثر فنيا على الفريق، أنا هذا قناعتي ووجهة نظري بنادي دجلة. غير ذلك نادي دجلة بعد ثلاث هزائم تسع نقاط، يعني هلا لو متحصل على التسع نقاط هذول كان هلا عنده بحدود عنده هلا 39 48 نقطة، كان عنده هلأ منافس مع نادي الأسايش بالمركز الثاني. فوز معنوي، فوز صعب متوقع يعني، ولكن صعب نتيجة 2-1 فريق برخدان فريق مجتهد. ما يعيب برخدان نوعا ما بتلاقي فوز بعد منها خسارتين، بعد منها تعادل، بعد يعني نتائج متذبذبة لنادي برخدان، ولكن كفريق له وجوده عم يلعب بروح قتالية، عم يلعب بروح معنوية قوية. نعم كابتن أحمد، فعلا المنافسات كانت يعني مثيرة ولا زالت مستمرة بدوري إقليم الجزيرة، وبالنهاية نتمنى التوفيق لكل أنديتنا بإقليم الجزيرة، وسنقول للفائز مبروك وللخاسر هارد لك. بالأخير كل أنديتنا، كنت سعيد جدا بتواجدكم معي كابتن أحمد و
كابتن نضال، لأن وقت البرنامج انتهى. إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذه الليلة، وفي النهاية أشكر ضيفاي الكريمان. كان معي من مدينة قامشلي الإعلامي الرياضي الكابتن أحمد مراد، وأيضا من مدينة قامشلي رئيس مكتب كرة القدم بالاتحاد الرياضي في إقليم الجزيرة الكابتن نضال حميد. شكرا جزيلا لكما، والشكر الأكبر موصول لكم مشاهدينا. دمتم بخير وإلى اللقاء.